السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم في حلقة جديدة من برنامج جيل يشرف. طبعا زي ما بوعدكم دايما ان احنا بيبقى معانا ابطال، وابطال بتبقى يعني ما صحيتش الصبح ده خدت جايزة، وزي ما الناس بتقول بقى اصل ده واسطة مش عارف ابوه فين فلعبه اللعبة الفلانية، وده مش عارف خاله كان هو رئيس اتحاد ايه فاداله الميدالية. لا، الناس دي ناس بتتعب، ناس بتكافح، ناس بتقابلها صعوبات كتير جدا، وده اللي هنعرفه النهاردة في حلقتنا. الناس دي ازاي بتجتهد كده بالشكل الجميل ده وتطلع ابطال في سن صغير. خلونا يعني نتعرف على ابطالنا ونبدأ كده بعبده اليمني. ربنا يخليك يا دكتور. ازيك يا عبدو، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. بتلعب ايه بقى؟ انا بلعب مصارعة وكونغ فو وسباحة. تمام، نتعرف على البطل التاني الله محمود يخليك يا حامد. دكتور حبيبي. بنلعب ايه؟ انا كمال اجسام لعب كمال اجسام. بالظبط. نتعرف بقى على البطل التالت محمد صلاح يا دكتور. كمال اجسام برضه، صح؟ كمال اجسام وسباحة. كمال اجسام وسباحة. اهلا بيكم يا جماعة، احنا عايزكم تركزوا بقى معايا وتسيبوا كل اللي في ايديكم وخليكم معايا في الحلقة، عشان الحلقة دي شيقة جدا وجميلة. نبدأ بعبده كده ونسأله السؤال اللي هو يعني اللي عايز الناس كلها تعرفه بقى، عبده بدأ ازاي؟ هو وايه اللي قابله في حياته صعب وقدر يتخطاه ازاي؟ 3 أسئلة في بعض. بدأت طبعا ازاي؟ وايه اللي كان؟ بدأت طبعا بصعوبة. تمام، كان في صعوبة ازاي؟ يعني لا، قول لي بدأت ازاي؟ الصعوبة دي الشق التاني من السؤال. الخوف بدأت ازاي؟ يعني بدأت من امتى؟ من الموضوع امتى؟ جه انا ازاي معاك؟ بقالي 13 سنة بلعب ألعاب قتالية من وانا 13 سنة. عندي 5 سنين. مامتي كانت بتشجعني طبعا على الموضوع ده. رحت لعبت الألعاب القتالية دي، لعبت كذا لعبة، بس إن أنا مستمر فيهم دلوقتي إنها مصارعة كونغ فو السباحة. لعبت، كان الموضوع واخده بهزار وأنا صغير، طبعا ما كانش فيه أي حاجة بقى اسمها بطولات ومنافسة وكده. الموضوع كان بالنسبة لي عادي، أنا رايح أهزر وجاي عادي كده. كبرت بقى ودخلت بقى إيه في الصعب، بطولات وتحدي وكده. طبعا حسيت إن في مسؤولية، كان في خوف طبعا في الأول، بس الحمد لله دي مرحلة عدت، يعني الحمد لله وعدتها. الحمد لله. بقيت بقى أتمرن صح وأمارس على نفسي، وتشجيع بقى من والدتي ووالدي كابتني. ودخلت أول بطولة، طبعا ما كنتش عارف يعني إيه أصلا بطولة. طب ايه دخلت البطولات اللي معاك بقى؟ أنا الحمد لله معايا أول جمهورية كونج فو، 5 جمهورية مصارعة، 4 جمهورية سباحة. نقولهم تاني بقى، أول جمهورية كونغ فو، رابع جمهورية مصارعة، لا 5 جمهورية خامس مصارعة جمهورية مصارعة، رابع جمهورية سباحة. سباحة. صح كده؟ تمام. يعني 3 ألعاب معانا فيهم بطولة جمهورية، ومعانا يعني ميداليات اللي أنا شفته ما شاء الله، يعني ميداليات قيمة جدا. لو حتى الصورة جاهزة أو الفيديو بتاع التكريم بتاع عبده نشوفه، يعني كان ميداليات ما شاء الله، يعني اكتر من ميداليه. ربنا فهل يخليك انت يا دكتور. خدت المركز ده اكتر من مره؟ أكتر من مرة طبعا ايه المراكز اللي خدتها مثلا في الكونغ فو؟ في الكونغ فو أنا واخد الحمد لله على طول، باخد أول قليبية محافظتي، أسافر الجمهورية يعني، وأنا معايا 3 مرات أول كونغ فو، بس 2 وأنا صغير، فبالنسبة لي كان الموضوع سهل. طبعا الأول جمهورية دي إن أنا كنت كبير فالموضوع صعب وتعبت فيها، دي اللي أنا بحسبها إن أنا تعبت فيها. بالنسبة لي أنا خدت مرة واحدة، لكن الميداليتين التانيين واخد برضه أول جمهورية بس أنا صغير، مثلا أنا 14 سنة و13 سنة. كان ليك فيديو برضو وانت بتلعب على بوساط المصارعة، صح؟ تمام. طب لو في الفيديو بتاع بوساط المصارعة وهو بيلعب مع في البطولة بتاعته كده جاهز نشوفه. ربنا يخليك. انت جبت كام بقى في البطولة بتاعة الفيديو دي؟ جبت البطولة دي المركز الكام؟ كنت الحمد لله جايب مركز أول. اول في المصارعة دي كان مركز اول ايه بقى، محافظة ولا لا جمهورية. جمهورية؟ جمهورية في المصارعة. لا في المصارعة، انا بتكلم في المصارعة في المصارعة كنت جايب الخامس، خسرت الخامس. قبل النهائي، ما كانش في نصيب في الماتش اللي قبل النهائي. هو برضه بيبقى عيب تحكيم، ما بنتظلم كتير في التحكيم. متأكد؟ متأكد؟ اوعى تكون بتقول كده، لا متأكد. عشان ما بحبش حد يلوم الظروف بصراحة، أنا لا بحب الناس تلوم نفسها تشيل احنا المسؤولية. بنتظلم كتير في التحكيم بصراحة، يعني التحكيم في مصر مش قد كده. طيب نشوف بقى محمود كده يحكي لنا عن رحلتنا وإيه الصعوبات اللي قابلتنا أثناء الرحلة الجميلة ديت، لأن إحنا نبقى لاعبين كمان أكثر. تمام. هي الرحله بسيطه جدا، يعني انا مش شايف لحد دلوقتي ان انا وصلت مثلا لحاجه كبيره، بس طبعا انا مبسوط من جوايا ان انا عملت ترانسفورميشن من ان انا واحد تخين وما عنديش اي حاجه لواحد يعني يعتبر فيه موسلز وكده. والصعوبات اللي انا كنت بواجهها يعني كانت، يعني طبعا انت الشباب صغيرين وكده، فبيتنمروا عليك، بيتنمروا على شكلك، بيتنمروا على وزنك، كل الكلام ده طبعا كان بيعمل لي مشاكل. بس لما كنت باخدها بالسلب، في نفس اللحظة كنت بتراجع فيها واخدها بالإيجاب، اللي أنا لازم أتغير ولازم أشوفهم
هم لما انجح ايه اللي هيحصل او لما اتغير هيبصوا لي ازاي. يعني نقول اول عقبه واجهتنا التنمر بالظبط او اكبر عقبه قابلتنا التنمر فعلا. عشان شكلك عشان انت كنت تخين وانت صغير والكلام ده. طب كان في صوره لمحمود لو الصوره جاهزه قبل وبعد، كان هو صغير كان مليان شويه وبعد كده بعد كان جسمه الحمد لله اتظبط وبقت الدنيا تمام الحمد لله. لو جاهزه نشوفها كده. طيب تمام. وايه بقى التحديات التانيه غير بقى موضوع التنمر؟ التحديات التانيه ان هم مش واثقين فيك فاهم، بيدوك على طول النيجاتيف انرجي انه انت مش هتوصل، مش كواليفايد اللي انت مثلا تبقى انسان، انت حاجه وحشه جدا انت يعني فاهم، انت عاله يعتبر علينا فاهم. فالموضوع كان بيضايقني قوي يعني، كنت بقعد بالله افكر انت حاولت من هو بقى عقبه ان هو بقى دافع طبعا. ما هو انت لو انت فكرت ان هو عقبه انت مش هتنجح مش هتوصل. لكن لما انت تفكر مع نفسك وتفهم ان انت بيتعمل الكلام ده طبعا عشان تنجح، انت الحاجات اللي بتحصل لك دي لازم تاخدها عشان تنجح بس. اللي فانا حولتها بتحول السالب الى ممكن. بالظبط بالظبط، حولتها ان هي حاجه بوزيتيف ليا وحاجه بالظبط. انا بقيت دافع. بقيت سعيد دافع. عارف لما يقول لي كده انا بقيت افرح. طب انا هوصل هكمل بالظبط عادي براحتكم فاهم يعني فاهم. بقيت الموضوع بالنسبه لي بسيط جدا بس. فحولت بقى، ابتديت يعني ان احول الفكر بتاعهم من حاجه وحشه فاهم هما بيقولوها لحاجه حلوه جوايا انا عاوزها بالظبط بالظبط. طب محمد صلاح لاعب كمال اجسام، يعني في سؤال هو انا ببقى يعني نفسي ان انا اعرف اجابته والمشاهدين بقى يعرفوا معانا، يعني الشباب كلها ماشيه شمال، طب محمد مشي يمين ليه وازاي؟ ايه كان بيشجعه وايه اللي كان خليه ماشي في الطريق اللي هو خلاه الحمد لله محمد صلاح دلوقتي؟ عامه هو السبب الاول بيبقى التوجيه من الوالد والوالده، يعني انت فاهم اللي هو ايه، مثلا في ناس ممكن تسيب ولادها اللي هو مثلا انا شايف ان هو ماشي صح مع ان هو ممكن يكون ماشي غلط فاهم. فكان والدي ووالدتي كان دافع ليا وكانوا واقفين معايا دايما، وكان صحابي على فكره بيبقى الصحاب اكتر، يعني انت على طول بتبقى معاهم، فانت طالما ماشي مع يعني اختار صحابك بمعنى صح. لان الصحاب هو اللي هترسم مستقبلك معاه ايا كان بقى، هتمشي كده فانتوا واقعين كلكم، هتمشي كده فانتوا يعني انتوا اللي هتلحقوا بعض. احنا نقول رقم واحد بابا وماما اكيد طبعا، توجيه وارشاد ومسانده ودعم تمام. وتشجيع تمام. يعني شويه الحاجات الجميله ديت من بابا وماما يخلونا حاجه كويسه بالظبط. رقم اتنين صحبه طيبه بالظبط كده، ما بعدناش كتير عن الرسول، عن اللي الرسول كان بيوجه جدا يعني عايز اقول لك ده هي ده رقم واحد، صحبه طيبه والاهل بترشد وبتوجه وبتشجع وبتدعم وبتساند صح كده؟ بالظبط كده ده رقم واحد، يعني اللي هو نمشي على كلام سيدنا محمد. طب محمد كان ليه فيديو اثناء التدريب بتاعه كده لو نشوفه كده نعرضه. طب محمد ايه رقم ثلاثة بقى؟ انت قلت لي دلوقتي بابا وماما. رقم ثلاثة الاحباط. الاحباط الناس المحبطة. انت هنا بتتدرب بقى في الجيم ولا بتتدرب؟ لا في الجيم. في الجيم بتاعي. في الجيم الكابتن بتاعي. فرقم واحد قلنا بابا وماما، رقم اتنين الصحبة، رقم ثلاثة ايه تاني؟ الناس المحبطة. الناس المحبطة خلتنا ننجح؟ جدا. يعني متفق مع محمود بقى في ان احنا بنحاول جدا السالب الحتة لا انا الحتة دي بتجيلي اللي هو ايه يعني انت عملت ايه. انا شايف انا ساعات بجيب لنفسي لما بحس ان انا يعني جالي احباط بجيب لنفسي صور وانا في الاول من اول ما بدات وصور وانا حاليا فبلاقي ان في فرق، فانا كلام الناس دي مش ما بيجيش في دماغي. فانا لما حد بيجي يقول لي انت عملت ايه انت ما عملتش حاجه، طب خلاص انا عاجبني كده انا ده يا اما هو انا مش بعمل كده ليك، انا بعمل كده ليا انا صح. بس فبيديني اللي هو باور اكتر اللي هو لا انا هشتغل على نفسي اكتر. فانا في ناس بتجيب مع يعني الكلام ده بيجيب مع ناس تانية كان بيعمل معانا كده الاول، في الاول خالص لما كان حد بيحبطني او حاجه زي كده كنت بيأس اللي هو شويه كده وبقعد شويه وبعدين برجع، لما حد من صحابي يقول لي يلا ننزل تمرين كده بننزل. فانا لا الناس دي يعني هتكون سبب ان ناس كتير تقع، فلا حاولت هي الوقعه وحشه يعني هم لما بيقعوا وقعتهم يعني اللي وقعت بالذات لما بتقع بتقلب باكتئاب شويه تزعل جدا وبيأثر على النفسيه. فانا عامه لما بزعل بأثر على نفسيتي فبنزل وزني اللي هو يعني احباطك في نص الطريق بيبقى اصعب بكتير من في اوله. لا في اول الطريق اصعب. في اول الطريق اصعب ودلوقتي الكلام ازاي؟ طب تعالى نعيد الحته دي تمام. في اول الطريق يعني في اول الطريق لما انت لسه ما عملتش حاجه في اول الطريق انت ما عملتش حاجه اللي هو اصلا انا باخد نفسي. طب يبقى ده اصعب ولا يبقى في نص الطريق اصعب؟ لا في نص الطريق خلاص انا عارف انا بعمل ايه
وهما بيحبطوك. فانت طب بيحبطوك لغايه انت لما بتقع بقى توصل ازاي اصلا في نص الطريق؟ في نص، لا في نص ايه اللي الطريق انت ما يوقعنا؟ بتقعش، يعني اللي هو ايه خلاص انا اتعودت على الناس دي، انا اتعودت ان انا باخد الرد ده وبديك الرد ده، اللي هو خلاص انا عاجبني. لكن في اول انا الطريق مكمل، انت كده واخد قرار خلاص انا مكمل انا ومستمر. خلاص عرفت انا ايه. ممتاز لكن في جدا. اول الطريق بيبقى لسه مش عارف حاجه، اللي هو ممكن بأقل كلمه تاثر معايا كده، اللي هو لسه يعني ما اعرفش، لسه بشوف الدنيا دي ايه. عاش بجد ليك يعني. ربنا يخليك يا دكتور. طب عبده، يعني انا كنت دايما نسمع يقول لك ايه صاحب بالين كذاب، فانا شايف عبده اليمني النهارده صاحب 3 بلان ولا جمع بالي ايه؟ ثلاثة صح؟ ثلاثة. البالي الاول مصارعة، والبالي التاني كونغ فو، والبالي التالت سباحة. فاحنا سباحة. بنتكلم في 3 ألعاب وانت محقق في الـ3 بطولات، الحمد لله. فهل بقى صاحب بالين كذاب فعلا ولا عبده اليمني كسر القاعدة دي؟ لا وانا الحمد لله عديتها. كسرت القاعدة دي خلاص الحمد لله. وقدرنا ان احنا نحقق ما شاء الله، مش في لعبتين بس، ده احنا بنحقق في تل. 3 ألعاب وبطولات، مش مجرد ان انا بنزل حمام السباحة العب لا يعني بالعوامة صح؟ هو لازم انزل انت بطل يعني. مرن صح. ممتاز جدا. طب ايه اكتر لعبة انت بتملها او بتحبها او المصارعة، بدأت بانه لعبة اكتر؟ وانا بدأت بالكونغ فو، بعد كده الكونغ فو هي اللي عرفتني على المصارعة، بس انا حبيت دلوقتي المصارعة عامة. بس مصارعة حرة فيها من الكونغ فو شوية برضه. هو مش فيها ايه، هو الكونغ فو كله ضرب ضرب، ولو ان انا وقعت يعني بخسر الكونغ فو كله ضرب، مفيش ضرب. شتيمة، ضرب لا بس. يعني كلها ضرب، وعايزة تركيز عالي، وعايزة خفة ومهارات. ومهارات طبعا، تمام. وعايزة اهم حاجة طبعا النفس. بس انت بتميل للمصارعة بس اكتر. انا بميل للمصارعة. طب احنا لو هنوجه شكر بقى للكاميرا ونقول شكرا، اقول شكرا لمين؟ شكرا طبعا لكابتن، لكابتني قول لهم كابتن بقى، هم يعني قول لهم شكرا بقى. طبعا، شكر طبعا لكابتني كابتن مراد عباس، هو اللي يعني هو اللي خلاني كده، هو اللي تعب معايا. وطبعا بعديه والدتي والدي، يعني تشجيعا برضو في كل حاجة. وفي المصارعة أشكر طبعا كابتني كابتن سعد، تعب معايا ومرني ووصلني ان انا ابقى بطل الجمهورية، وان شاء الله مكمل معايا. وفي السباحة طبعا كابتن الكبير كابتن محمد عبد الرحمن، يعني تعب معايا الصراحة بجد، تعب معايا بجد ومرني صح. وكنت أول ما بنزل أصلا كنت بغرق وسط زمايلي وبتكسف وكده، مرني خلاني دلوقتي يعني الحمد لله أنا بقيت كابتن الفرقة بتاعتي، يعني الحمد لله أنا القائد. عاش ليك بجد يعني فعلا، في يعني أي عاش يا حاجة، عبد. بطولة، في تمرين، القائد عبده، يعني أنا القائد بتاعه هنا 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 هنا، طب كويس جدا، الحمد لله. يعني يعني احنا كمان بقى عندنا ان احنا بطل مصارعة وبطل كونغ فو وبطل سباحة وقائد بصفة عامة، لا والله انت يعني شخصية قيادية يعني. هو انا اول بطولة ليا لعبتها ما كنتش قد كده، بس هو طبعا وراني الفيديوهات قال لي انت ناقصك كذا كذا، نتمرن على ده ونعمل ده. نزلت الحمد لله البطولة اللي بعدها علقت، ويعني وبقيت يعني الحمد لله احسن من زمايلي كتير، لان انا انا طبعا كنت يعني انا فخور بيك جدا، اقل منهم. انا فخور الحمد لله بيك، انا بقيت القائد بتاعهم، طبعا ده حاجة كبيرة عندي. وطبعا عندنا كلنا دي حاجه كبيره عندنا ربنا كلنا. يخليك يا دكتور. وانا بوجه الشكر مره تانية وبعيده تاني لماما وبابا رقم 1، ماما وبابا عبد اليمني، ماما وبابا محمود، ماما وبابا محمد، هما اللي كانوا واقفين وراهم. الشكر التاني للصحبه الطيبه اللي كانت مخليه محمد بيكمل، واللي كانت بتخلي محمود يستمر، واللي خلت عبده يبقى رقم 1. الشكر الثالث للناس المحبطين، انا شخصيا بقى بشكرهم جدا يعني بجد، انا سعيد بيكم اصلا، انتوا الملح اللي بيحلي الاكل دي حقيقة وبيخلي فعلا لي طعم، صح عشان هما برضو اللي خلوا عبده بيكمل، واللي خلوا محمود يحولهم من ان طبعا. هما مجرد مجموعه من الشرذمه، الشرذمه مش فاهم حاجة بس المحبطين تمام. يعني. هو كان بيحول دايما السالب لموجب، ونفس الكلام برضو بالنسبه لمحمد، هو كان بيخلي كلامهم مجرد دافع ليه لقدام. طب لو انا هسال محمود اقول له ايه خطتنا اللي جايه؟ زي ما وضحت لحضرتك، انا يعتبر عملت 1% بس من احلامي. يعني قول لي حلمك كده في 3 ثواني حلمي في 3 ثواني ان انا اطلع على او مسرح. 13 ثانية بس، ماشي المهم براحتك. قولهولي. ماشي. اطلع على مسرح، جميل. ابقى شكل كويس، ابقى عامل عضلات كويسه، وابقى ناشف. كل ده ببقى طبيعي من غير اي استرويدز او منشطات نهائي، تمام. طالع 100% طبيعي في كمال الأجسام. في كمال الاجسام. طبعا دي حاجه صعبه، بس انا اكيد 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 هوصل لها، بإذن زي ما الله وصلت تعالى. في زمان كنت في اللي تخين فات صح بالظبط، كده، هوصل دلوقتي. صح. طبعا انا مش مغرور اللي انا مثلا بنفسي، او اللي انا هطلع لا انت بفهم واثق كده في نفسك وعندك بالظبط، استحقاق واثق. نفسي، انت عارف ان انت وبلس تستحق اللي ده، انا واثق في ربنا ان ربنا طبعا عمره ما هيضيع تعبي. ثقة بالنفس، يقين بالله، بالظبط كده، وإيمان، بالظبط وإيمان بإن احنا نستحق النجاح اللي احنا هنوصله، هنوصله. بالظبط صح كده طيب فعلا. محمود، محمد صلاح،
ايه الحلم اللي جاي بقى وايه الخطوه اللي جايه؟ والله يا دكتور، هي الخطوه اللي جايه انا بالنسبه لي الجيم وكمال الاجسام، اللي هو ان انا اعدل، ان انا ما ابقاش زي الاول. يعني انا كنت الاول كانت عندي عقده نفسيه من جسمي، اللي هو انا اصلا كنت، كان جسمي كان رفيع جدا، فانا ما كنتش حابب الموضوع. فانا بالنسبه لي الجيم، بالنسبه لي ان انا اعدل جسمي وبقى عادي، اللي هو السبب الاساسي في حياتي، ان هو انا بس اهتم بدراستي وشغلي ممتاز جدا، فاعلى بس. ممتاز جدا. طيب عبده، نفس السؤال بقى، يعني ايه خطتنا في اللي جاي؟ احنا عرفنا اللي فات وعرفنا الصعوبات وتخطيناها ازاي وعرفنا ان احنا ابطال ازاي وكافحنا ازاي، طب ايه اللي جاي؟ المرحلة الجاية طبعا البطولة الكبيرة، طبعا ان انا يعني اعدي مرحلة الجمهورية، اخش في باقي البطولات الكبيرة طبعا زي بطولة افريقيا ان شاء الله، يعني ربنا يقف معانا بإذن الله رب العالمين. ونحقق اول جمهورية ان شاء الله، ونسافر ربنا يكرمنا في بطولة افريقيا ان شاء الله، لو ربنا كرمنا في بطولة افريقيا نلعب بطولة العالم، يعني هو ده حلم ان انا ابقى بطل العالم اصلا في طب احنا لعبتي. كلنا معاك يا ربنا جماعة، احنا يخليك. انتوا معاه؟ معايا طبعا 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 انتوا معاه وانا معايا، طبعا. طب مين تاني من المشاهدين معاه؟ احنا عايزين الناس كلها، ابعتوا لي بقى، ابعتوا لي يقولوا احنا معاه، عشان انا ابعت له افرح اقول له دلوقتي الحمد لله بقينا 3، بقينا 4، بقينا 5، نشوف هنوصل كام، ربنا صح؟ يخليك. الناس كلها بتدعمك وانا بدعمك شخصيا، احنا ربنا فخورين بيك يخليك. بجد. ربنا يخليك. طب محمود، لو انا هنصح المراهقين تمام. من خلال تجربتي بقى، تجربتي الشخصيه، انت مريت بتجربه سيئه، عديت تمام. الصعاب، كملت، فمن خلال تجربتنا دي تمام. نقدر ننصح المراهقين اللي زينا او اللي تمام. لسه طالعين بقى للمرحله ديت، تمام. ننصحهم بايه؟ وننصح بابا وماما تمام. لكل مراهق بايه؟ اول حاجه هنصح الشباب، بعد كده نروح ماشي. للتاني. اول حاجه الشباب ان هما ما يركزوش خالص خالص مع الكلام المحبط خالص، ولا يركزوا مع الناس اللي هتقول لهم او هتفشلكم، بمعنى اصح الناس اللي هتفشلكم او هيشوفوكوا ان انتوا فعلا ناس وحشه وانتوا ما تستحقوش الفرصه اللي انتوا هتاخدوها دي وكل الكلام ده. ده يعني خدوا كده اسمعوا من هنا وطلعوا من وحطه على ناحيه الاكل. تانية، حط على الاكل او ايوه ملح حطه على يعتبر، الاكل، صح كده؟ ملح، ناخده نحطه على الاكل. بالظبط كده. طب وبابا وماما؟ بابا وماما دعم بس، ما يتفرهوش من اللي بيعملوه اولادهم، ما تتفهوش بالظبط، حتى لو ايه. ارجوكوا ما تتف... محمود بيقول لكم لو سمحت ما حدش يتفه من موهبه ولاده، ما بالظبط. حدش يستهتر بعياله، ما حدش يستهتر بكلامهم، ركز معاه، ادعمه، شجعه، هيطلع حاجه كبيره. الاهتمام اهم حاجه. الاهتمام. بالظبط. طيب محمد صلاح، لو احنا هنوجه شكر بقى، نصيحة نوجهها لمين وإيه هي؟ اكيد طبعا الشكر لربنا اولا، بعدين والدي ووالدتي، وبعدين الكباتن بتوعي، كابتن رضا وكابتن حسين اخويا الكبير، وكابتن احمد الحداد، دول يعني دول كانوا بنسبة 90% كانوا جنبي، وبعدين صحابي يعني. شكرا يا جماعه للكباتن، محمد بيوجه اهو الشكر، شكرا للكباتن الجميل اللي ذكر اسمائهم، اكيد شكرا طبعا. للصحبه الطيبه. طيب عبده اليمني، هنخش بطوله افريقيا ان شاء الله. كده، بطوله العالم. ان شاء الله. طيب الدراسه اخبارها ايه؟ لا طبعا يعني لازم اعمل فصل ما بين الرياضه بتاعتي والدراسه، لازم اعمل جدول ارتب حياتي، اهم حاجه طبعا الدراسه، ممتاز جدا، ممتاز ممتاز. فوق انا اي حاجه، لا اكتر اهم حاجه حاجه الدراسه. تهمنا فعلا ان احنا ابطالنا ما نبقاش ابطال رياضه بس، بالظبط. عايزين نبقى ابطال في الرياضه وكمان دراستنا. بالظبط. يا جماعه احنا بنقول لكل ام واب في البيت، يعني كرساله اخيره كده، شجع ابنك وخد بالك منه وخليك معاه، واستنوني في الحلقه اللي جايه باذن الله يوم السبت اللي جاي الساعه 3:30 باذن الله.